لن يتوقف. هو سيل متدفق وعدد كبير ومتزايد وفي كل الولايات وعما جميع أركان ولايات السودان المختلفة. وأسمح لي أيضا أن أضيف إضافة أخرى، من هم هؤلاء؟ هل يعبرون عن موقف سياسي بهذه الأعداد؟ من هو الحزب السياسي الذي يحرك كل هؤلاء الناس؟ واحد. الشيء الثاني، ذهبوا وسلموا أرواحهم، من هو الحزب السياسي الذي يستطيع أن يدفع شخصا ما لكي يسلم روحه ويدافع بروحه أو فقط من أجل موقف سياسي؟ هذه قناعة جماعية متكاملة وصلت لدرجة يجود بأرواحهم. ثم أقول، من هؤلاء يا أخي الكريم؟ فيهم كبار لعيبة الكرة السابقين ونحن نعرفهم، فيهم الفنانين والفنانات، وفيهم الممثلين والممثلات. هم من عمق الشعب السوداني، من عمق الجذور نفسها، من عمق الشعب السوداني. لذلك هم ليسوا لا يعبرون عن مواقف سياسية، ليسوا واجهة لأي قوة سياسية. مرحبا بالقوة، كما قال ياسر عطا، مرحبا بالقوة السياسية التي تريد أن تصطف مع شعبها وتدافع مع شعبها. هذا هو الواجب يجب أن يقوم به الجميع، سواء كانوا سياسيين وغير ذلك أو غير سياسيين. إلا أن وبيد أن هذه المقاومة هي تعبير عن الشعب السوداني تعبيرا أصيلا. المطلوب الآن من البرهان أن يوفي بما وعد حينما خاطبهم وقال لهم، حدثهم حديث الخير عن هذه المستنفرين، عن النفرة الشعبية والمقاومة الشعبية، وذكر يعني مواقفهم وأفضالهم، وقال أنهم الآن يمثلون 3/4 القوة التي تقاتل. إذن يا سعادة النائب العام للقائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة، الفريق البرهان، 3/4 من القوة التي الآن هي تقاتل معك، هذا هو موقفهم، هذا هو موقفهم، وهذه هي متطلباتهم، هذه هي شعاراتهم، نأخذ حقنا، نأخذ التار، نتقدم. لذلك المقاومة هو سوف يفتح الباب للمقاومة الشعبية أكثر، وقال المقاومة الشعبية هي الحاضنة الأساسية من هنا فصاعدا، ويفلح في ذلك إذا فعلا البرهان اتخذ هذه المقاومة الشعبية باعتبار أنها هي الحاضنة فعلا، المعبر الرئيسي عن الشعب السوداني، وحاضنة لحكومته ولجيشه، لأن هذا هو تعبير الشعب. في هذه الحالة فعلا سوف يفلح البرهان يعني يتقدم إلى الأمام ويأخذ شعبه إلى تحقيق النصر الكامل بمشيئة الله.